أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم مدير التعاقدات أعلن عن تعاقد النادي الأهلي مع يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء. قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية. أنا أهلاوي. فريق المصري البورسعيدي اتأهل لدور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد برج العرب. سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال أنهت منافسات رفع الأثقال في المركز التاسع برفع مجموع 222 كيلو وواقع 97 كيلو في الخطف و 125 كيلو في الكلين ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024. آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو خسرت امبارح من البلجيكية سارة شعاري المصنفة الأولى عالميا في ربع نهائي منافسات التايكوندو لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ودعت لاعبة التايكوندو المصرية الأولمبيات بعد خسارة فرصة لعب منافسات الطردية في أولمبياد باريس، وده بعد خروج سارة شعاري بطلة بلجيكا من نصف النهائي. وسيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو ودع أولمبياد باريس 2024 بعد فقدان فرصة الطردية بعد خسارة بطل الدنمارك خلال المنافسات في دور الثمانية لتنتهي مشاركته في البطولة بعد مباراة واحدة فقط. مهند شعبان اتأهل لنهائي الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بعد احتلاله المركز التاسع في التصفية الثانية لنصف النهائي برصيد 1497 نقطة. أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث اتأهل لنهائي أولمبياد باريس في منافسات الخماسي الحديث بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح. منتخب مصر للسيدات أنهى منافسات الجمباز الإيقاعي بإجمالي 55.9 نقطة في المركز الـ 14 في أولمبياد باريس وتأهل أول 8 منتخبات فقط من أصل 14 منتخب إلى النهائي. عمرو رضا لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة خسر من بطل الصين لو فينغ 14-4 في دور 16 لأولمبياد باريس في منافسات المصارعة الحرة وزن 74 كيلو. كمان خسر ضياء الدين كمال من بطل أذربيجان بنتيجة 4-0 في دور 16 لمنافسات المصارعة الحرة وزن 125 كيلو لأولمبياد باريس 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، لكن أكيد مزيد من التحليل لكل مباريات وكل أحداث أولمبياد باريس 2024 هتكون معانا هنا في الاستوديو مع زملائي في الاستوديو مصطفى ومنى. عودة لكم مرة تانية. شكرا لك يا هالة.